استفاد ديال الفلوس از تريدر في داركم. الا انت وذاك شنو كيدير؟ فانه كيخص هذا العصو الفلوس. اش كتجي باش يدير فيك هاد الخياطه كامل ديال حيد العصو الفلوس ويعطيهم ليك اصاحبي؟ وصلنا للنيفو اللي كنمشيو نخرجوا الناس من قاعدتهم باش نصبوا عليهم. الحاجه الوحيده اللي غتوصلك ليه هو انه غادي تكون انت هو داك الضحيه اللي كياخذوا منه الناس اللي قاعوا الفلوس. حتى حاجه اللي كتستاهل انك توصل ليها ما كتوصل بسهوله. سو بليز ما تخش على راسك باش ما تندمش من بعد. تخيل معايا يمكن لك تشوف التداولات ديال اكبر تريدرز مباشر، يعني يمكن لك غير دير في حالهم وانت راه هانتوما انا غندير تريد قدامكم باش تفهموا مزيان. There is limit فين كيبدا فين كيسالي تريدين وكورس وهذا وفين كيبدا النصب. And it's hard انك تحط ليميت فينا اي رايت. There is a rule right واحد القاعده ساهله شويه. اي واحد كيقول لك يمكن لك دير كوبي تريدين فيا هو نصاب. هو نصاب ولا ثالث لهم. وغادي نشرح خشيبات علاش. But just شويه ديال credentials باش حتى شي واحد تفاش فيه تستقيم وتفاش فيه كنهضر من بعد ما يسحبوش غير كنهضر من السما. عثمان صافي استقيمه في كيك ولكن فوق الفراغ ديالي كنقرا كندير المات اللعيبات وهذا. سو عندي دكتوراه في علم الاحتمال، ماستر في المات، دوبل ليسونس مات انفو، ديبلوم ديال ليكول نورمال سوبيريور ديال باري، خدمت كباحث في سويسرا، خدمت كاستاذ هنا في فرنسا، اي دابا تقريبا هادي ان بو بلو دان اون ادمي خدام في الدومين ديال الفينانس فواحد الهيدج فاند اللي هو الناس كيتعيديو بطريقه محترفه وهذا كنستعمل المات والمعارف ديالي في هاد الدومين هذا بطريقه يوميه. اي دونك ملي كنحاول نشرح لك هاد الحوايج هادو فما كنشرحش غير من راسي حيت اش قالت لي نهضر، بل كنشرح من معرفه ديال شنو واقع في داخل هذاك لو دومين وكيفاش الناس كيخدموا في داخل هذاك لو دومين. الا كان شي واحد عنده شي استراتيجي ديال تريدين اللي رابحه لي بي ان ال ديالها بوزيتيف، ديك استراتيجي ديال التريدين غتكون عندها واحد لا كاباسيتي ديال شحال ديال الفلوس يقدر يحط فيها بلا ما امباكتي استراتيجي ديالو وواحد ويبقى يزيد يربح الفلوس. فهمتي؟ معنيش غادي يحط 100 درهم غادي يربح 200 درهم، غادي يحط 1000 درهم غادي يربح 2000 درهم، غادي يحط مليون غادي يربح 2 مليون، غادي يحط 10 مليون غادي يربح 20 مليون، غادي يحط 100 مليون غادي يربح 180 ما غاديش يربح 200 حيت غادي يبدا يكثر داك الشيء شويه. يحط مليار غادي يربح يلاه مليار و100 مليون. فهمتي؟ واحد الوقيته ما غاديش يبقى يربح. دونك هو كشخص عنده هاد الطريقه هادي اللي كتخليه باش انه يربح، كل ما عليه يدير هو انه يسكيلي هاد الاستراتيجي ديالو. معناتها يبقى يطلع الفلوس اللي كيحط فيها حتى يوصل لديك لا ليميت فين ما غتبقاش تتبع الفلوس ويبقى واقف فيها. مثلا الا شاف بانه يقدر يحط مليار ويبقى يربح صافي غيحبس في مليار. لو بروبليم سي كو الا انت وداك شنو كيدير فانه كيخص هذا راسو الفلوس حيت كينقص من لا كاباسيتي ديال داكشي اللي يقدر يحط. فهمتي؟ مثلا هو الاستراتيجي ديالو مثلا نقولوا غتعطي واحد مليار يقدر يحط مليار ويربح، ولكن الا عطى 1000 واحد وكل واحد من دوك الناس جا حط 1000 دولار ولا شي حاجه ها مليار ديالو مشات، يعني ما بقاش هو قادر يحط مليار حيت فرقها ما بين بزاف الناس اللي كينقلوا ليه هما كيخليو كياخذوا ليه الفلوس. سو ما عنده حتى شي حاجه دافع اللي قدر يخليه باش انه يخليك تنقل داكشي اللي كيدير. بات الا كان داكشي اللي غادي يدخل هو من تايدين قل من داكشي اللي غادي يدخل من الكورس اللي غادي يبيع ليك ولا من الكوبي تايدين اللي غادي يخليك تاخذ من عنده، هذيك الساعه يقدر يبيعو ليك. سو اي واحد كيقول لك غنخليك كوبي تايدي ولا كذا وكذا وكذا فاه غالبا غادي يكون هو كيدخل الفلوس من داكشي اللي تيخليك ديك اكثر من داكشي اللي غادي تدخلو استراتيجيه ديالو. اي دونك انت ملي غادي تجي تنقل داكشي اللي كيدير غتدخل قل ولا غتخسر فلوس، وحتى الا دخلت غتدخل قليل من داكشي اللي كتخلص داك خونا. صويا باش نسالي الموضوع هذا اي واحد وهادي قليل فاش كيكونوا شي قواعد عامه بحال هكا في الحياه هادي فاكين قاعده. شكون انت في ملك الله؟ اش كتجي اش كيعضف فيك اش هذا باش يدير فيك هاد الخياطه كامل ديال حيد الاصل الفلوس ويعطيهم ليك اصاحبي؟ وات ذا فاك. ممتازه هو ممتازه كانت ما مزياناش. دنا من النيفو ديال فقط اننا كنحاولوا نصبوا على الناس في الانترنيت وصلنا للنيفو اللي كنمشيو نخرجوا الناس من قاعدتهم باش نصبوا عليهم. اوكي بعدا نجاوب على هاد خونا هذا. دونت دو ذات. اولا كنضرب انها فريمون لا اخلاقيه انك تمشي تحاول تخرج بنادم من قاعدته باش تعطيه انه يتايدي ولا هذا. ثانيا عارف ان هادشي هذا كامل غير كذوب، غالبا هذاك خونا صواتيه معاك 90% معاك صاحبك. اوكي غتدخل بنادم عندك الجروب تيليجرام غادي تبيع لهم، يا غادي تبيع لهم فورماسيون، يا غادي تقول لهم ديروا معايا كوبي تريدين ومن بعد غادي تكون خدام مع البوب فيرم باش انك تاخذ لهم فلوسهم.
يا غادي تكون غير كتجيب لك كليون بوب فما كيعطوك بورسانتاج هادشي منين كتدخل فلوسك. يو دونت ميك ماني تريدين وي اول نو ذات ستوب دوين ذات لايك صافي دوز بليز. كاين 70000 واحد كيدير التخابيق هذا وما نقدرش نبقى نجاوب على كل واحد كيدير التخابيق هذا. ام جاست داكشي علاش كنهضر مع الناس اللي كيتفاجئوا يعني جون لي الداعي اللي مازالين صغار الناس اللي ما عارفينش اي كنهضر معكم نتوما كنحاول نقول ندير لكم شويه ديال العقل. سو يا تبع قرايتك حتى حاجه اللي كتستاهل انك توصل ليها ما كتوصل بسهوله. خاص الخدمه خاص دير عمل اللي هو ممل خاصك تمشي في الطريق اللي ما غاديش يكون طريق فيك الناس ايكو كانت الحياه سهله لدرجه انه اي واحد ممكن يبدا كورس ديال التريدين واللي ما فيه كون كل شيء دارها. سو بليز ما تخش على راسك باش ما تندمش من بعد. استفد من الاغلاط ديال الناس اللي دازو قبل منك. واش تقدر دير فلوس از تريدر في داركم؟ شورت انسر يو كود. لونغ انسر هي انه 99% اللي كيحاولوا يديروا هادشي هذا ما كيديروش فلوس از داي تريدر. دونك اللي خاصك تعرف هو انه كاين واحد القله قليله ديال الناس اللي كيقدوا ديجاجي واحد لو بروفي از تريدرز. هاد القله القليله ديال الناس باصهم في واحد القله قليله ديال الناس اللي اصلا كياخذوا الوقت باش انهم يعلموا ناس واحد اخرين. اي دونك ملي غادي تمشي تقرا الكورس ديال شي واحد ولا غتبع شي جروب ولا الاغلبيه ديال الوقت احتمال كبير باش انك تكون مع جماعه ديال الناس كيخوضوا. انت كتخوض وهو تيخوض وكلكم كتخوضوا شي كيخوض فشي وانتم غاديين فرحانين. ستاتستيكلي الا كنتو بكم 100 وكل واحد كياخذ تريد في شي اتجاه معاكس فبيناتكم غادي يكون واحد جوج ولا ثلاثه غير بالزهر طالع عليهم وغاديين كيربحوا الفلوس وتقول خذنا هادو واعدين وكيديروا شي حاجه الوغ كو ان فيت داك 97 واحد كيخسر فلوس وثلاثه كيربحوا الفلوس حتى في الكازينو كاين بنادم اللي كيربح الفلوس. اذا كان الهدف ديالك انه فريمون تولي كتعيدي ولا تولي هذا بيست واي تو دو ذات هي تبع الطريق اللي كتخليك انك توصل لهذه القضيه هذه. الطريق اللي كتخليك انك توصل للقضيه هذه هي دير لي زيتود اللي مختصين في المجال هذا. اتليست غتعرف راسك بانه ما غاديش تقوب اي دونك لي زيتود ديال بروبا ديال الجبر لينير ديال فينانس دو مارشي ديال ماتيماتيك فينانسيير على حسب اكزاكتومون شنو باغي دير واش باغي دير سيستيماتيك واش باغي دير ديسكريسيونير واش باغي تخدم في لي زوبسيون على حسب انت شنو باغي دير كتتجه لي زيتود اللي غادي يخليوك انك دير ديك الحاجه. اي اون فوا كدير دوك لي زيتود كتدخل كتخدم مع شي شركه كبيره ولا هذا اي كتعلم بشويه بشويه وكتطلع لي زيشلون. اي هذه خدمه اللي هي ممله اللي فيها فلوس بزاف ولكن خصك بزاف ديال القرايه خصك بزاف ديال الجهد خصك تكون واعد في داكشي اللي كدير. اي اون بلوس خصك تخدم بوندون دي زاني باش توصل لواحد المستوى اللي واعي. اي دونك الفكره ديال انه غادي تقدر بانك توصل وتفوت الخدمه هذه كامله وتنقذها من خلال جروب ديال التايدين في تيليجرام. الحاجه الوحيده اللي غادي توصلك ليه هو انه غادي تكون انت هو داك الضحيه اللي كياخذوا منه الناس اللي قاعوا الفلوس. اي كيب سيين ذيس اند اي نو بانه جو بريش دي كونفيرتي معناتها اللي مقتنع واللي ما مقتنعش او خاش عيما تهضر معاه ما غاديش يتصنت ليك. بقيت حتى شاب ليا اس ديالي الماط والانفورماتيك ومن بعد دس للدومين ديال لا فينونس وخدام مع ناس محترفين في لا فينونس اللي عندهم دي بروف اللي كاينه على سنوات عده وملايين وملايين الدولارات كتبين بان داكشي اللي كيديروا هو بصح. اي اونسويت كتدخل بواحد النوع من التواضع وكتعلم من دوك الناس وكتطلع بشويه بشويه وهادشي اللي كياخذ سنوات باش انك توصل لواحد المستوى اللي غادي يخليك باش انك بوتيت من بعد تولي كتربح بزاف ديال الفلوس. اوكي الا كنت متبع هاد الطريق هادي باش انك دير التايدين فكنصحك انك تكمل فيها. ما تنقولكش حبس اللي تنقولو انه الا كنتي كتظن بانه في 6 شهور في كوب ديال تيليجرام غادي تعلم هادشي كامل وغادي تقدر تغلب هادوك الناس اللي داو هادشي هذا كامل وعندهم المعارف و لي ريسورس و لي انفراستركتور و ليكسبيريونس باش انهم يديروا هادشي هذا كامل. كنتمنى انك تحبس هادشي هذا اللي كدير. هادي نصيحه من واحد اعتبره اخوك الكبير ولا جو سي با شي واحد عنده تجربه شويه اكثر منك في الحياه اللي كيحاول فقط انه يخليك ما تخسرش فلوسك وما تضيعش وقتك في شي حاجه اللي ما غاديش تستقلك.